في حياتي. يلا بسم الله، جاهزين معايا احنا الاول؟ يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم معلمة عليكم خديجة. السلام ورحمة الله وبركاته. عسل. معاكم وعليكم السلام معلمة ورحمة خديجة الله رشيد. وبركاته. ماشي حبيبي، معاكم معلمة خديجة رشيد، تمام، ودرست اللغة العربية. احنا دلوقتي هنبدأ بقى مراجعة. بسم الله، مركزين معايا، مركزين معايا. بصي يا اولاد، احنا عندنا حاجة اسمها النكرة سامحني بس، هو والمعرفة. حضرتك ما تقدرش تشغل الشاشة بيضة لأني بتوه في دي؟ نعم نعم بس أنا عندي سؤال، طب ممكن هو نبدأ الأول. ممكن أمس أشغل الشاشة بيضة؟ الشاشة ايه يا حبيبي؟ مالها ممكن أمس الشاشة؟ أشغل الشاشة بيضة لأني بتوه في دي والكل بتتوه؟ بيرسم عليها؟ الكل أيوة أمس. طيب، ركزوا معايا ومش هتوه. بص خليك معايا. واحد، أنا عندي حاجة اسمها النكرة والمعرفة. طيب أنا هيقول لي في الامتحان استخرج اسم نكرة، ركز معايا في كلمة اسم دي، استخرج اسم نكرة واسم معرفة. اسم نكرة واسم معرفة. يعني إيه اسم نكرة واسم معرفة؟ معنى كده إن أول حاجة هطلعها وإياك تدخل وتحط إيدك على فعل. لما يقول لك دي اسم نكرة ولا دي اسم معرفة، أوعى تحط إيدك على فعل أو في الاختيارات. طب المعرفة أعرفها إزاي؟ قال لي إيه المعرفة؟ هتلاقي كلمة فيها ألف ولام. تمام، دي كانت معرفة. أو هتلاقي ضمير، معرفة. أو هتلاقي اسم إشارة، برضو معرفة. أو هتلاقي اسم موصول، برضو معرفة. أو هتلاقي علم، يعني اسم بلد، اسم إنسان، برضو معرفة. أو هتلاقي كلمة مضافة لمعرفة، مضافة لمعرفة، يعني كلمة قدامك كانت نكرة وجي وراها علم، جه وراها اسم موصول، جه وراها اسم إشارة، جه فيها ضمير. تمام؟ يا ريت أنا اللي بكتب ومحدش يكتب معايا. لو مثلا مش شايفة تمام؟ حضرتك بتكتب طيب سامعني؟ الكل شايف يا ولاد؟ الكل يا شايف مثلا، معايا؟ ايوه طيب ايوه ايوه مش يبقى شايفين، انا مش تمام، يبقى فاهمة. الكل شايف. في عندك مشكلة؟ يبقى ركز معايا في اللي تسمعه. خلاص؟ تمام. يا مثلا إيه؟ مش فاهمة، حاضر، نقول لك نفس تاني. الصفحة مش مضافة، انا مش يا شايفة بنتي اللي هو لا، اضافة بعدك من المعرفة. الصفحة، لا شايفة سيبكم من يا مثلا الصفحة. اللي شايف يا شايف، مثلا تمام؟ يبقى المشكلة عند اللي مش شايف يا ولاد، المشكلة عند اللي مش يا شايف، بس لأن الباقي شايف معايا. ابدأوا معايا تاني. يا ابدأوا. نعم نعم والمضاف لمعرفة ده يا مس، يعني بيكون نكرة بعدها معرفة ولا العكس؟ ما اشرحها لك تاني اهو. تاني، يبقى انا لو لقيت قدامي الف ولام تبقى الكلمه اسم معرفه وهي نكره. يا اولاد بسرعه كده، نكره ولا معرفه؟ معرفة 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 تمام. معرفة ولما الاقي قدامي، ولما معرفة الاقي علم، تمام، ولما الاقي علم برضو معرفه، معرفة معرفة ولما بس الاقي معرفة تمام. معرفة لا 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 تمام، انا اللي معرفة هقول وانتوا اسمعوا، انا اللي هقول وانتوا اسمعوا. يبقى لو لقيت قدامي كلمه فيها الف ولام تبقى معرفه. أنا مش شايفة لو وايت بورد. لقيت حبيبي، انا قفلت الوايت بورد. لو لقيت قدامي كلمة فيها ألف ولام تبقى معرفة. لو لقيت كلمة فيها ضمير أو ضمير تبقى معرفة. لو لقيت اسم إشارة أو اسم موصول تبقى معرفة. لو لقيت قدامي علم، اسم إنسان، اسم بلد، تبقى معرفة. طيب يعني لو لقيت دلوقتي الكتاب، الكتاب معرفة عشان فيه ألف ولام. لقيت هو، هي، أنتم، كلهم معرفة عشان ضمير. لو لقيت الذي، ذلك، ها ده اسم إشارة واسم موصول، معرفة. لقيت مصر، لقيت خديجة، لقيت عمر، لقيت أحمد، لقيت مريم، معرفة عشان علم. طيب لقيت كلمة بقى قدامي اسمها حديقة، ركزوا في دي بقى. حديقة دي قدامي نكرة اهي، ولا فيها ألف ولام، ولا فيها ضمير، ولا اسم إشارة، ولا اسم موصول، ولا علم، ولا أي حاجة خالص. في حاجة جت وراها؟ لا مفيش. حديقة تبقى نكرة. بس اللي حصل هنا ان انا قلت حديقة المنزل، حديقة ركزوا، المنزل. حديقة جت وراها كلمة معرفة، يا حديقة. مثلا محتاجين وايت بورد يا مثلا عشان نفهم اكتر. حاضر، حديقة. لا اسمعي بس الاول مني، او اسمع مني الاول وبعدين نشوف الوايت بورد. حديقة نكرة،
حديقة يا مس، نكرة. الجملة دي بقى هتكون مضاف إليه؟ آه تمام، أحسنت، بس اسمعوا مني الأول وبعدين إحنا هنطبق. حديقة قدامي نكرة. طيب يا مس أهي. نعم ممكن تعملي نعم الوايت بورد، هتبقى أحسن من دي. والله بكتب وايت بورد، انا مش عارفه مش ظاهره عندك، اشمعنى انت اللي مش ظاهره عندك، الباقي اهو ظاهر. يا مس لا، في يا وايت بورد، في وايت بورد ساده خالص. حاضر حاضر، انا تقريبا ركزوا الابلكيشن معايا. الموبايل بتاعها هيكون تمام تمام ركزوا معايا، انا عندي حديقه المنزل، لحد ما اعمل لكم وايت بورد اهو. انا عندي حديقه المنزل، مالها حديقه المنزل؟ قال لي الحديقه دي نكره، ماشي. النكره دي جت وراها معرفه، النكره جت وراها معرفة، فتبقى صوت مضافة البيض. المعرفة، هتبقى مضافة المعرفة. نقول تاني، حديقة نكرة يعني حديقة جت تبقى وراها، نكرة ولا معرفة؟ اه حديقة دي في الأول كده لوحدها خالص وهي جاية لوحدها نكرة. طيب جت وراها معرفة، جت ازاي يابا؟ وراها معرفة، هتبقى معرفة فتبقى معرف ايه؟ بالإضافة. تمام اهي اهي، للناس اللي بتقول ايه مش هي تبقى عارفين، نكرة برضو. شكرا يا مس. هتبقى حديقة نكرة جت وراها معرفة، جت وراها معرفة، تبقى مضافة للمعرفة. ليه بقى؟ طالما جت وراها معرفة خلاص بقت المعرفة دي جارتها اللي جنبها حبيبتها، قالت لها بصي أنا مش هسيبك لوحدك تبقي نكرة كده، لا أنا هقف في ظهرك واسندك. قالت لها يعني أنا هبقى معرفة زيك؟ قالت لها بالظبط، هتبقي معرفة زيي، طب سؤال هتبقي يا ميسي، معرفة زيي. نعم يا حبيبي. يعني هي مش حديقة وميس هتبقى معرفة لو اه معرفة؟ ايه يا حبيبي، بتقول ايه؟ بتقول ايه يا حبيبي؟ ودلوقتي يا ميسي بس لو جه نكر الأول وبعدين معرفة، واحد بس اللي اللي هو يتكلم، حديقة المنزل، الحديقة ديت هتبقى نكرة أصل ما هيجي اسمهاش بعدها معرفة. الحديقة، ما اسمهاش الحديقة، اسمها حديقة بس، حديقة بس، حديقة المنزل اه حديقة بس، حديقة نكر، دي كاتبة حاجة؟ حديقة نكر. لا مش كاتبة، ما حدش يستخدم الآن يعني لو أنا سمحت. كنت أقول إن الحديقة مثل لو جه قبلها، لو لا مش النكرة قبلها، جه لا قبله لا مش معرفة. قبلها، اه مش قبلها. انا عايزه دلوقتي اهو، بصوا معايا اهي، ادي كلمه حديقه، تمام. يا مس خلينا حديقه دي فيها، علشان وقت الحصة يخلص. حديقه دي نكره ما فيهاش اي حاجه، تمام، دي اسمها نكره. بس اللي حصل اللي جه وراها كلمه فيها الف ولام، معرفه يعني، اه معرفه. طب انت هتسيبيني لوحدي كده في الدنيا نكره؟ قالت لها لا ما تقلقيش، انا واقفه في ظهرك سندتك، طالما انا جيت وراكي معرفه يبقى انت اصبحتي انت كمان معرفه. طب نوعي ايه؟ اسمها مضافه لمعرفه، بقت حديقه هي كمان معرفه. ليه؟ عشان جه وراها معرفه، جه وراها معرفه. يا مس يعني نكتبها يا مس مضافة المعرفة ولا معرفة بس؟ اه بص يا حبيبي، لو قال لك استخرج اسم نكره هتقول حديقه، لو قال لك نوعه قول له مضافه المعرفه، يا اياك مس تكتب انا معرفه بس. يا مس لو انا قال نوعه، لو قال نوعه هنقول مضافه المعرفه، اوعوا تكتبوا معرفه، لو قال نوعه زي ما انا كاتبه مضافه المعرفه، تمام. يا ادي مثلا يعني ما المنزل حديقه مضاف إلى الثمن. المنزل مضاف اليه. المشكلة يا فين؟ بس أيوة يعني أنا مثلا سامعة. حديقة اسم والمنزل معرفة، فلما الاثنين بقوا مع بعض بقوا مضافة المعرفة صح؟ أيوة كده، اضافوا المعرفة فالاتنين معرفة. هي في حاجة صعبة في الحتة دي؟ لا يا مس عشان لا يا مس كده لا بقت يا سهلة مس أهي، واتفهمت هي لما قلنا دي لوحدها غلبانة ونكرة وكانت وراها معرفة، الاتنين بقوا معرفة، تمام؟ طيب خدوا دي كمان، بصوا الفعل ده، الفعل ده اسمه ايه؟ انا اللي هتكلم، ها اسمه يسعى. ايه ده؟ اه دي يه تتكتب يه وتنطق الف، فاسمها الف لينه، يسعى. طب والفعل ده اسمه ايه؟ اسمه يرمي. والفعل ده اسمه ايه؟ اسمه يدعو. تاني يبقى ده اسمه يسعى اخره الف، تمام، ويرمي اخره ياء، تمام، ويدعو اخره واو، تمام. ده اسمه فعل معتل للاخر. تاني
يبقى انا عندي لا عندي فعل اخره الف او اخره ياء او اخره واو اسمه فعل معتل الاخر. هقول مره كمان، انا لو عندي فعل اخره الف او اخره ياء او اخره واو يبقى اسمه فعل معتل الاخر. طب لو جالي فعل مش اخره ولا الف ولا اخره ياء ولا اخره واو يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فعل صحيح الاخر. تمام. انا هسأل دلوقتي يعني لوجي. ألف واو لوجي ياء يبقى معتدل، أو لوجي لما يكون في لوجي حرف مع حضرتك. يعني يلا يا كلمة لوجي يكون لو صح. سمحتوا ما حدش يتكلم الا باذني. لوجي، لما أي اقول مسمحت. الفعل يلوزي يشرب، يلا يا لوجي يشرب اخره باء، اخره باء، هتبقى صحيح، هل هو صحيح الاخر؟ ليه يا صحيح لوجي؟ الآخر، ليه يا لوجي؟ عشان مش علشان ما اخره يكونش ايه؟ قبله، ما عشان يعني مثلا يعني ما جاش وراه اللي هو ايه، اخره؟ واو او ياء او الف. احسنتي. طيب روان، روان، لا بس الفعل اللي انا كاتباه قدامك يرجو، ده صحيح الاخر ولا معتل الاخر؟ معتل الاخر عشان ها، اخر واو. احسنتي. يبقى الفعل المعتل شكرا. للاخر، انا جاي واحده لسه ما خلصتش، الفعل المعتل للاخر بيكون اخره واو او الف او ياء. طيب الفعل اخره ولا واو ولا الف ولا ياء يبقى اسمه صحيح الاخر. هيجي في الامتحان يوقعني ويخليني الفعل كده، ايه كده دي؟ يقرأ، يقرأ. يلا يا يوسف، يوسف، يوسف. طيب رقية، لا رقية. يا مس، ممكن اقول انا يا مس؟ طيب يلا، يقرأ صحيح ولا معتل؟ اقرا صحيح، عشان ما فيهوش الف واو ياء او واو ياء. تمام انت صحيح. في ناس تقول لي بقى لا ده اخره الف اهو، لا دي مش الف، دي اسمها همزه يا ولاد. البنات والاولاد يركزوا معايا، الكل يا يركز مس بس معايا انا بشرح. انا مش فاهم ازاي يقرأ فعل صحيح اخر، مش ما المفروض هو انت لو معتل؟ بتسمعني، لو بتسمعني لاخر جمله انا هقولها هتعرف، عشان انا بقول ما حدش يقاطعني تاني. يقرا ده فعل صحيح الاخر صح، ازاي يا معلمه ده اخره الف؟ لا لا ده مش اخره الف. ليه؟ هي الالف عليها حاجه من فوق، عليها همزه كده، يبقى اسمه اخره همزه. الفعل ده اخره الهمزه على الف يبقى اسمه اخره همزه، اسمه همزه، يبقى ده صحيح الاخر. لكن لو الفعل اخره الف بدون همزه يبقى صحيح ايه؟ معتل الاخر. بص كده، بص الكلمه دي، بقول الانسان بيحيا سعيدا، يحيا يعني يعيش، في ألف. شايفين يا ولاد؟ شايفين اللي على الوايت بورد؟ أهو دي ألف، دي اسمها إيه؟ دي اسمها إيه؟ دي اسمها ألف. يبقى ده كده اسمه معتل للآخر. لكن دي اللي أنا بكتبها دي، ها؟ العصاية اللي هي الألف وعليها الهمزة، دي اسمها همزة. يبقى أنا عندي فرق بين كلمة يحيا وكلمة يقرأ. يحيى ألف ما عليهاش همزة، أجي ألف أهي يبقى ده معتل للآخر، لكن يقرأ عليها همزة لا، ده اسمه صحيح الآخر. تمام. يبقى أنا يعني كده انا خدت بين خدت اللي كده هي اللي مش على الالف اللي مش عليها همزة، والالف اللي معتل. هي العادية. الألف العادية دي خالص، الألف العادية دي خالص، ها دي معتل للآخر، دي الألف، دي الألف بتاعتنا، لكن اللي عليها همزة لا، اللي عليها همزة صحيح الآخر. كده تاني درس في النحو خدنيه، صحيح الآخر والمعتل الآخر. تمام؟ تمام. يعني مثلا عندي سؤال، اتفضل، اتفضل. لو جه مثلا زي كلمة لؤلؤ، يعني آخر واو بس عليها همزة، لا لؤلؤ ده مهموز. مهموز يعني عليه همزة. ماشي؟ خد خد، لا استنى لسه، فهتبقى لسه في صحيح حاجة. الآخر يا مس، لسه ما صح؟ خلصناش. لسه ما خلصناش. لؤلؤ مش فعل. لؤلؤ اسم. لازم نركز في كلامنا، لؤلؤ مش فعل، عندي لؤلؤ سؤال، اسم. لكن انا بتكلم، جاء واحده لسه ما خلصتش كلامي،
يا ولاد اسمعوا المعلومة لآخرها، محدش يقاطع يعني عشان تسمعوا المعلومة لآخرها. لؤلؤ زميلكم بيقول لي بس كده دي همزة، ها يعني صريح ولا معتل؟ لؤلؤ اسم، والدليل لو حطينا فيها ألف ولام هتبقى اسمها اللؤلؤ، يبقى ما ينفعش. ها احنا بنطلع فعل، فعل يبقى عندي فعل صريح الآخر وعندي فعل معتل الآخر. الفعل المعتل الآخر آخره ألف أو واو أو ياء، والفعل الصريح الآخر آخره ولا ألف ولا واو أو ياء، أي بقى حرف من حروف الأبجدية. طيب أنا عندي حاجة اسمها الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة عشان كانت عندنا الترم الأول وبتيجي في الترم الثاني. الأسماء الخمسة انا هي عارفهم عبارة عن بس أسماء، آه ماشي أنتوا كلكم والله شاطرين وعارفين بس أنا براجع، فخلوني أراجع عشان نعرف نحل. هي أسماء تمام، وفي نفس الوقت عددهم خمسة، أب وأخ وحم وفو وذو، عشان كده هم سموهم خمسة لأن عددهم خمسة. طيب دول بيترفعوا إيه؟ بيتنصبوا بإيه؟ بيتجروا بإيه؟ هيترفعوا وعلامة رفعهم الواو، ويتنصبوا وعلامة نصبهم الألف، هيتجروا وعلامة جرهم الياء. نقفل المايك، نقفل المايك، اونلاين اونلاين يعني هنقول راحت حرفعها عندك بالواو، هنقفل المايك، يبقى هنقول أبوك، هننصب بالألف فهقول أباك، هجر بالياء فهقول أبيك. يبقى أنا عندي هتترفع وعلامة رفعها الواو، هتتنصب وعلامة نصبها الألف، هتتجر وعلامة جرها الياء، ها لأن هنلاقيها يتصل بها ضمير يا هنلاقي وراها اسمها اسم ظاهر، بس المهم محدش يقول لي مرفوع وعلامة رفعها الضمة، لا هي تترفع وعلامة رفعها الواو، محدش يقول منصوبة بالفتحة، منصوبة وعلامة نصبها الألف، محدش يقول مجرورة بالكسرة، هنقول مجرورة وعلامة جرها الياء. يلا يا يارا، يارا يارا معايا. ممكن ما فهمتهاش كويس. ماشي ممكن انا حالة ممكن ماشي بسرعة، اللي ما فهمهاش كويس، الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، تنصب وعلامة نصبها الألف، تجر وعلامة جرها الياء. بقول الجملة دي، سلمت على أبيك، على حرف جر، إيه اللي بيجي بعد حرف الجر؟ اسم مجرور. طيب ودي أسماء خمسة، هتتجر وعلامة جرها إيه؟ أهو تتجر الياء وعلامة جرها إيه؟ الياء تمام، يبقى الياء. لما أقول أخوك مؤدب، أخوك اسم جه أول الجملة فهعرفه مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والأسماء الخمسة ترفع بإيه؟ أخوك ترفع بإيه؟ الواو تمام، الواو. الواو. لما أقول بس بقى، ممكن نقول حاجة؟ ممكن بس أخلص الجملة، حاضر حاضر، شاهدت تمام. أخاك، أخاك هنا مفعول به. طب الأسماء الخمسة بتنصب بإيه؟ تنصب بالألف. بإيه؟ أيوة، يبقى هقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. ها تمام كده؟ تمام في حد كان عايز يقول حاجة؟ مين اللي كان قال لي عايز أقول حاجة؟ ايوه بس يلا انا يلا بسرعة. يلا يا احنا قطة. نقدر علشان مثلا نفتكرها فنقدر نقول إيه مثلا على كلمة واي. محدش يكتب، محدش يكتب. انا بس ايوه اللي بكتب، نقدر نكمل لا ما لا تكتبيش، لا ما تكتبيش، قولي لي بس وانا سامعاكي. واي، تمام ماشي، انا حلوه فكره فهمت. جميله. كل اللي عنده ايوه فكره حلوه يقدر يركز بيها ويحفظ بيها القاعده، حلو جميل، طالما ده هيخليني افتكر القاعده، جميل، حلو قوي، انا بحفظ تمام القاعدة وبفتكرها من كلمة واي، مثلا تمام الواو تمام مرفوعة بالواو، اما تمام الالف خلاص منصوبة خلاص، منصوبه ياء بالالف او مجرورة. مجروره بالياء، تمام، لو ده هيفكرني بالقاعده يبقى تمام. طيب عندي ايه كمان؟ عندي بقى حاجه جميله قوي اسمها
الفعل المضارع. ماله الفعل المضارع؟ قال لي الفعل المضارع ده ليه 3 حالات: رفع ونصب وجزم. طيب قال لي الفعل المضارع اهو هيكون مرفوع اذا لم يسبقه ادوات نصب ولا ادوات جزم. فهمتها؟ يبقى الفعل المضارع لو ما جاش قبليه ادوات نصب مش هيبقى مرفوع، مش هيبقى ايه، منصوب، ولو ما جاش قبليه ادوات جزم مش هيكون ايه، مجزوم. يبقى الفعل المضارع ما جاش قبليه ادوات نصب مش منصوب، ما جاش قبليه ادوات جزم مش مجزوم، امال هيكون ايه؟ هيكون مرفوع. طيب نيجي بقى للنصب. قال لي لو الفعل المضارع سبقه ادوات نصب هيكون منصوب. طبعا دي سهله، نقول تاني الفعل المضارع لو سبقه ادوات نصب هيكون منصوب. تاني: ان، لن، كي، حتى، لم، التعليل. نقول كمان مره الفعل المضارع لو سبقه ادوات نصب هيبقى منصوب. طب ايه هي الادوات النصب يا معلمه خديجه؟ ان، الهمزه من فوق والنون عليها سكون، ان، ان، لن، كي، حتى، لم، التعليل. أن، لن، كي، حتى، يا لم، مس لو التعليل. سمحت، أدوات نعم النصب دخل فيها على الفعل يا مس، معتل الآخر، حبيبتي، هتعمل إيه؟ ممكن نسمع الشرح لحد الآخر، عشان انت لما ما سمعتيش الشرح للآخر مش هتعرفي تشتغلي. خليني أخلص القاعدة وانت هتعرفي، أول ما أخلصها هتقولي يا ريتني ما كنت اتصرحت وسألت. ليه؟ لأن المعلمة هتقولها دلوقتي. نقول تاني، اشرحي. نواصب المضارع نقول هي تاني، الرحمة. نقول كمل تاني، صح. الفعل المضارع سبقه أدوات نصب هيكون منصوب. طيب أدوات النصب إيه هي؟ أن، ولن، وكي، وحتى، ولام التعليل. ماشي. طب إمتى يبقى الفعل المضارع ينفع مجزوم؟ أدوات الرفع؟ ينفع أدوات الرفع حضرتك تقوليها؟ برضه لا هم ممكن. كلهم 5 أربعة طيب ممكن نسمع دي معاها الشرح سطر بس. كويس، عشان أنا لسه قايلة الشرح وانتوا واضح ان انتوا ما كنتوش مركزين معايا. محدش يقاطعني، بقولها للمرة لو سمحت العاشرة اهو، اتأكد واسمعوا تاني. الشرح للآخر. على الجزم، لام الأمر، تمام. ايه كمان؟ لن هي. ايه كمان؟ لم. نقول تاني، لام الأمر، لن هي، لم. مالهم؟ لو جم قبل الفعل المضارع الفعل المضارع مجزوم. ليه؟ لأن دي أدوات جزم. تاني، لو سمحت الفعل يا مس، المضارع، لا ينفع ممكن يا بشرح مس بس أشرح بس أشرح بس الفعل المضارع لما يسبقه أدوات جزم هيكون مجزوم. الفعل المضارع لما يسبقه أدوات جزم هيبقى الفعل المضارع مجزوم. طب إيه هي أدوات الجزم؟ لام الأمر، لن هي، لم. لام الأمر، لن هي، لم. طيب تمام، نقول بقى مس تاني. نعم، أدوات الرفع؟ ممكن حضرتك تقولي أدوات الرفع؟ مش أنا قلت استنوا لحد ما أخلص وبعدين نسأل؟ عارفين ليه؟ لا أنا لأن مش أنا بعد بسأل، ما أنا بقى عايزة حضرتك ما تقوليهم أنا بس. هقول يا حبيبي، لأن أنا مجرد أن بخلص النص وهنسمعه وهنخلص الجزم على طول هنعرف الرفع لوحدنا. ايه ده لوحدنا من غير ما تشرحيه؟ من غير ما تشرحيه. تاني، الفعل المضارع هينصب لو سبقه ادوات نصب، ماشي، واللي هيجزم لو سبقه ادوات جزم، ماشي. يبقى الفعل المضارع بقى هيترفع امتى؟ لو ما سبقهوش ادوات نصب ولا جزم. طب هاتي مثال عشان اعرف اللي انت بتقوليه ده. بقول ايه؟ بقول هو اللي كان بيسأل اسمه ايه؟ اللي كان بيسأل اسمه ايه؟ أنا أمس، اسمك ايه؟ اسمي أنس، يلا يا أنس اشتغل معاي. بس ايه ده في أسأل هشتغل سؤال من غير ما بس تشرحي؟ مس، نعم نعم حبيبي. هو نص الحصة دي كم ساعة؟ نعم الحصة نص نعم وقتها مدتها كم ساعة مس؟ انت وراك حاجة؟ لا أنا بس احنا قاعدين مع بعض. أعرف بس احنا قاعدين مع بعض. نعم. يلا يلا يا أنس.
هو احنا مركز يا ممكن أنس، نشرب مركز بس يا أنس في آخر جملة. أنس مركز في آخر جملة، لن يشرب. مركز يا أنس، يلا يشرب يا أنس. جه قبليها إيه؟ جه قبليها لن. جه قبليها يا أنس لن. لن بص كده يا أنس، لن دي أدوات نصب ولا جزم؟ نص يبقى ده يشرب نص فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ منصوب طيب لسه ما خلصتش يا أنس، كمل معايا يا أنس. يشرب اللي قبل الأخيرة، قبليها إيه؟ لم. لم لم دي منين؟ لم دي فين؟ مشهور حلو، يبقى ده فعل مضارع مرفوع ولا مجزوم يا أنس؟ مجزوم أحسنت يا أنس. خد بقى يا أنس أول جملة، يشربوا، سبقها أدوات نصب ولا ما سبقهاش حاجة؟ ما سبقاش مش سبقها طب أي جواب حاجة ما ولا تمام، منصوب سبقها أدوات جزم ولا ما سبقهاش؟ ما سبقهاش إذا ما يسبقش الفعل المضارع أدوات نصب ولا أدوات جزم، يبقى فعل مضارع إيه؟ مرفوع. شفت بقى يا أنس أنت جاوبت إزاي؟ لا أنا أحسنت مش يا كنت أنس. بسأل عن كده، أنا كنت بسأل هو إحنا هناخد لو احنا هناخد القواعد والقصص ولا القواعد بس؟ حبيبي هو اللي سأل، أنا قلت مين سألني بس هيترفع إزاي؟ قال لي أنس، أنا اللي سألت السؤال ده. أنا بتكلم دلوقتي في الرفع أو في الجزم، ماشي؟ خليكم بس معايا قطعة قطعة وهنفهم. طيب. ممكن اروح اشرب من واجي؟ بسرعة بس، بسرعة بسرعة. طيب تمام. ناخد اللي بعديها، هو بيترفع إزاي بقى وهيتنصب بإيه ويتجزم بإيه؟ حاضر. قال لي لو الفعل المضارع مرفوع هيترفع بحاجتين. هيترفع بحاجتين، يترفع بإيه ويترفع بإيه؟ بص يا سيدي، المضارع المرفوع هيترفع يا إما بالضمة يا إما بثبوت النون. تاني، المضارع المرفوع يا هيترفع بالضمة يا يترفع بثبوت النون. بصوا كده أهو، يشربوا ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن يشربون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. يبقى هو كمان يشربوا مرة، كان علامة رفعها ايه؟ معلش ما خدتش بالي. الضمة أهي أهي، الضمة تمام الصغنونة دي، الضمة تمام الصغنونة دي. يشربوا، لكن يشربون مضارع مرفوع بثبوت إيه؟ بثبوت النون. يبقى أنا عندي الفعل المضارع بيترفع بحاجة من الاتنين، يا يترفع وعلامة رفعه الضمة يا يترفع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب والفعل المضارع بقى المنصوب يا معلمة هيتنصب بإيه؟ بحاجتين، آجي يشرب فتحة وآجي يشربان نون. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ بس ده هيتنصب إزاي؟ ما أنا أحط هنا لن وأقوم شايلة النون دي. لا قولي لي تاني. حاضر، الفعل المضارع المنصوب هيتنصب بحاجتين، يا يتنصب وعلامة نصبه الفتحة يا يتنصب بحذف النون. كمان تاني، الفعل المضارع المنصوب، يا ريت ما حدش يستخدم القلم. تمام، الفعل المضارع هيتنصب بحاجتين، يا يتنصب وعلامة نصبه الفتحة يا يتنصب بحذف النون. طيب نتكلم على الفعل المضارع المجزوم. المجزوم ده بقى أقوى واحد فيهم. المجزوم ده هيتجزم بثلاث حاجات، يعني هقول، بصوا كده، هقول كلمة، ها أجي يشرب وحطيت عليها سكون، وهقول كلمة يذاكرون ورحت حاسفة النون فقلت إيه؟ يذاكروا. أنا قلت محدش يستخدم القلم. وهقول هنحط ألف يا يد، مش بدل نون. ايوه تمام، انا حطيت اهو، انا رحت حذف النون وحطيت الف عشان اوريك. وعندي يدعو مجزوم بحذف حرف العله، كان فيه هنا واو وانا شلتها. يبقى الجزم يا مجزوم بالسكون، يا مجزوم بحذف حرف العله، يا مجزوم بايه؟ بحذف النون. يا مجزوم بالسكون، يا مجزوم بحذف حرف العله، يا مجزوم بحذف النون. تمام، انت عندك حاجه اسمها الافعال الخمسه؟ عندي حاجه اسمها الافعال الخمسه.
ايه هي بقى الافعال الخمسه؟ قال لي الافعال الخمسه دي ونركز ونحفظها كويس. او ايه الافعال الخمسه دي؟ فعل مضارع. تمام، ماله بقى الفعل المضارع؟ الفعل المضارع ده اتصل بيه 3 حروف. ايه او ايه او ايه؟ اهو بصوا كده، اهو بصوا معايا في الكتابه اهي، ادي كلمه افعال خمسه. تمام، مالها؟ عباره عن فعل مضارع. ماشي، انا فاهم كويس. الفعل المضارع ده اتصل بيه الف اثنين، او اتصل بيه واو جماعه، او اتصل بيه ياء مخاطبه. نقول تاني، الفعل المضارع اللي اتصل بيه الف اثنين يعني كلمه يذاكران، اهي الف اثنين، اهي ادي الف اثنين اهي، او واو جماعه هقول مثلا يذاكرون، ادي واو جماعه، او ياء مخاطبه فهقول لها تذاكرين، ادي ياء. ده يبقى اسمه افعال خمسه. تاني، الافعال الخمسه فعل مضارع اتصل بيه الف اثنين، هم يبقى يذاكران، ده معناه ان هما اتنين بيذاكروا، او فعل مضارع اتصل بيه واو جماعه فاسمها يذاكرون، ادي واو جماعه كتير يعني، او اتصل بيه ياء مخاطبه فاسمها تذاكرين، يبقى يذاكران او تذاكران، يذاكرون او تذاكرون او تذاكرين، ادي خمسه هم. يبقى الافعال الخمسه فعل مضارع ما ينفعش ماضي وامر، بنسمع كويس، فعل مضارع ولا ماضي ولا امر، اتصل بيه الف اثنين، اتصل بيه ماشي، اتصل بيه واو مس جماعه. ممكن تقفلي الشات؟ نعم، يا مس ممكن تقفلي الشات؟ انا والله ما عارف اركز. ماشي. تاني، نقول تاني، نقول تاني، نركز بس الأول في الـ3 كلمات اللي أنا بقولهم دول، 3 كلمات اللي بقولهم. أنا عندي فعل مضارع اتصل بيه ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، بيبقوا إيه؟ بيبقوا إيه؟ بيبقوا أفعال خمسة. يفعل تمام، الأفعال رقم 3 يلوش، سؤال رقم 3 يلوش، ها لام أداة جزم، يبقى الفعل وراها ماله؟ مجزوم، يا مس، هاخد تبقى هي أمين. المضارب آخر واحدة يا مس اللي عليها السكون. أحسنتي، يلا يا مالك، في مالك؟ يا مس قبل ما أبدأ، نعم مالك يا يا مس؟ مالك، بتاع أيوه عليك يا مس، نعم، الفيلم لتصل الفرائض هكون تاني واحدة. أحسنت، يلا يا يا مس نصر. أنا مجزومة، مجزومة بحذف حرف العلة. انهي دي؟ يا اه بس مس هو ما قالش مجزوم بايه، انا عايزه لا عليك يا الاختيار مس، بس. انا لا في واحد غير امر يا مس، علشان كده مش عايز اجاوب. انا هقول الاسماء وتجاوبوا معايا، ماشي؟ خلاص يا مس انا اقفل اللي الشات هسال، يا مس. يا ريت تخليك معايا وما نفسش اقعد بالشات، خليك معايا انا. يا مس في حد بيبعت لي على الخاص، مش عارف اركز. لو سمحتوا، احنا النهارده بنعمل ايه يا ولاد؟ النهارده خلاص مفيش وقت عشان عندنا امتحانات، فاللي داخل داخل عشان يركز، عشان دي اخر فرصه واخر مراجعه قبل الامتحان. اللي مش عايز يركز يخرج خلاص، ويقعد بقى يركز مع نفسه، يراجع لوحده، يخلي حد يراجع له. المهم احنا كلنا كويسين ومع بعض كويسين، المفروض نبقى قاعدين مع المدرسه او المدرس بنركز معاه وهو بيشرح وهو بيراجع. خلاص يلا يا مش ناصر، خليني ابقى طن، يا مش خليني ابقى طن او خاطر حاجات كده. يلا يا ناصر، بس يلا رقم خمسة، لن، لن لن تأجيل دي أداة مشروعي، نصب. تمام، لن أداة نصب، أطلب الثانية اللي عليها إيه يا ناصر؟ فتحة. معلش فهمني. تمام، عشان منصوبة. تمام، طب شيماء، شيماء البخلاء لن. طيب روان، روان نعم بس يلا، البخلاء لن.
ولن دي أداة نصب. لن ده يشعروا. لن يشعر وخلان يشعروا. أحسنتي. رقية. رقية يلا. يرضى التاجر، يلا يا رقية. يرفض التاجر أن، وأن أدوات نصب، أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، يبقى الفعل المضارع منصوب. التاجر واحد بس. ها يا منصوب علامة نصبه إيه؟ ألف منصوب علامة نصبه إيه؟ ده تاجر، تاجر منصوب فتحة. علامة نصبه إيه؟ الفتحة. يلا يا محمد. بس ممكن حضرتك تقولي أدوات الجذب؟ حاضر. لام الأمر زي لتذاكر، ولان هي ولم. يلا يا حضرتك مش محمد. محمد، محمد مين يا ميس؟ هي كذا لا محمد. في محمد كتير. في محمد محمد ايه؟ مين؟ هشوف لكم محمد محمد مين بس دلوقتي. يا مس، انا كان جالي كان في سؤال يا محمد في بس. محمد يا مس محمود محمد كان بس. جالي سؤال يا مس، ما كنتش عارف احل. طب دقيقة واحدة اشوف بس محمد مجدي. يلا يا محمد يا مجدي. حاضر دقيقة واحدة يا محمد يا مجدي. ماشي. بس بص، هو انا لما بشوف بس الاسماء عندي محمد ايه بيفصل على طول، فخلينا بس ايه يعني الاسماء اللي موجوده قدامي. يلا يا محمد يا مجدي. يلا حبيبي. يستعد يستعد الفلاحان. الفلاحان حتى يحصدان القمح. طيب حتى دي اداه نصب، والافعال الخمسه بتكون منصوبه ومجزومه بحذف النون، تمام، هذا يبقى يحصدان. اقول ايه؟ احسنت. طيب يلا يا سما ايمن. يا مس انا عندي سؤال مش فاهم. اتفضل. ها ايه في السؤال اللي سؤال مش بيقول فاهمينه؟ يا مس، اذهب الى الشاطئ لا استمتع في الصيف. ده لا يا مس اسمها لاستمتع، لاستمتع. ده لا لام انا تعليل ولا لام امر؟ طب نقول تاني، بيقول في ما الاول تيجي نفهمها. اذهب. طب تعالى اول نفهمها. اذهب الى الشاطئ لاستمتع، يعني انا لا بروح يا مس، الشاطئ ليه؟ اذهب الى الشاطئ لتستمتع. لتستمتع. طيب اذهب، انا بأمر اهو، الى الشاطئ عشان تستمتع، عشان تستمتع. دي لم كلمة تعلو على عشان الأمر. ها قول انت بقى. يلا عشان، انا بقول له السبب. يلا روح عشان تستمتع، يبقى لم تعيش. تاني هو انت مش اذهب. سؤال، انت في صفحة رقم 3. يبقى اذهب الى الشاطئ عشان تستمتع، انا بقول له السبب ايه؟ يبقى اللام هنا لام تعليل، يبقى فعل مضارع منصوب على الفتحه. يلا يا سما. سما تمام. استعد يلا يا سما. الفلاح، استعد لا الفلاحان لا تسعة، رقم تسعة. زرنا زرنا المتحف المتحف لنتعرف الأثر. تمام، لنتعرف الآثار، يبقى اللام هنا ايه؟ لام التعليل، يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اللي بعده، اللي بعده عندي ياسمين. أنا محمد MC وستي طرف أختي. أنا عايزة ياسمين. يلا ياسمين. أنا محمد يونس. لا بس هو مفيش تيتا ياسمين. غنيت. لا تيتا طيب يلا غنيت. يلا يا محمد. السؤال كم يا مس؟ ايه السؤال؟ رقم 10. عندما أنتما تذاكران بجد، كي أن ولن وكي وحتى ولم التعليل بتنصب، ودول مثنهم، أنتم مثنى، تذاكران ألف اسنين بجد باجتهاد، كي عشان هنا منصوب بإيه؟ تتفوقان. خلاص خلصت. لا منصوب بحذف النون، يبقى أقول إيه؟ ماما خلاص خلصت. لا لسه خلصت. بيحلوا. ها؟ ها؟ تتفوقان. تتفوق تتفوقان. تمام. يلا يا مريم، يلا يا مريم. عندي مريم مريم مين؟ صح؟ السائحون لن، ولن جاء يا مريم. تمسك لن ابن أداة مريم. نصب. هي مريم فيهم. آه مريم، في مريم مريم ايه؟ محمود ومريم إسلام. طب مريم اسلام، نبدأ بمريم سائحون. اسلام. لن لا ديت علامات اللي أفعال الخمسة. أفعال الخمسة شاء يسافرون. لا لن أداة نصب، وأداة النصب هيجي لن أداة وراها نصب فعل من أشيل. الأفعال الخمسة، لن فيبقى أنا أطلب. هقول أطلب أطلب أطلب
تاني واحدة يا مس. يلا ها اقول ايه؟ دول تاني بتعرفي واحد بس. اطلبها. يلا، السائحون لن ايه؟ دول يسافروا لن ولا اطلبها. يسافرون؟ اهي يسافروا. لا يسافروا. يسافر. يسافروا بس، لا يسافروا بس. يسافروا. ليه ليه؟ بقى؟ اتفضلي. ليه؟ لأنه أفعال خمسة هينصب بحذف النون. هينصب خلاص بحذف ايه؟ النون. ركزوا معايا خلاص بقى في التعبير، ركزوا معايا في التعبير. أنا دلوقتي عندي لما يقول لي اكتب، ركز معايا عشان دي آخر حاجة، كتابة وصف، وصف مشهد. يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي خرجت رحت مثلا المكتبة، هيقول لك صف، نقفل المايك، نقفل المايك، هيقول لي صف ما شفته. أنا بقى عايزاك في المكان بتوصف كل شيء، هيقول لك السمع ماذا ترى، يبقى هقول أنا شفت إيه؟ شفت كتب. ماذا تسمع؟ سمعت إيه؟ ماذا تشم؟ شميت إيه؟ ماذا تذوق؟ تذوقت إيه؟ بماذا تحس؟ حسيت بإيه؟ اللي حصل إن إحنا دلوقتي خارجين ورحنا مثلا السوق بنشتري الخضروات والفاكهة، هيقول لك ها صف المشهد، ويقوم كاتب لك ماذا ترى؟ هتقول مثلا البائعون، مثلا الخضروات والفاكهة. ماذا تسمع؟ أصوات البائعين. ماذا تشم؟ ها أشم روائح لذيذة أو شهية. ماذا تتذوق؟ ها تذوقت بعض الأطعمة أو بعض الفواكه ها الجميلة. بماذا تحس؟ شعرت بالبهجة والانتعاش عندما خرجت. يبقى في وصف مشهد بيقول لك شفت ايه؟ بشوف، هجيب من القطعه الحاجات اللي انا شفتها. سمعت ايه؟ الكلام اللي بيدل على السمع، صراخ، بكاء، ضحك، صوت عصافير. طب تشم ايه؟ لقيت في القطعه رائحه كريهه او رائحه جميله، يبقى انا كده ايه؟ شميت ايه؟ طيب هيجي عندي في التعبير عندي حاجه اسمها رساله اجتماعيه. يعني ايه رساله اجتماعيه؟ يعني انا كاتبه رساله لمجتمع، لمجموعه من الناس. ليه؟ والله بنصحهم او بحذرهم، بنصحهم او بحذرهم. ايه اللي حصل؟ إيه ان احنا نزلنا على صفحه الاكاديميه رساله اجتماعيه، يعني رساله للجماعه كلها صف سادس كلهم، بنصحهم نصائح. بقول لهم واحد، ها عليكم بمراجعة قبل الامتحان. اتنين، التركيز أثناء المراجعة. تلاتة، حل بعد الاختبارات. انتوا واخدين بالكم؟ أربعة، الاستعانة بالله والدعاء. يبقى إيه؟ شوية نصائح. دي اسمها رسالة اجتماعية، يعني أنا بعتها مش لشخص واحد، بعتها لمجموعة، بس المجموعة معينة، زي صف سادس، زي طلاب الأكاديمية، زي مثلا لاعبين فريق مثلا الاهلي او فريق نادي الزمالك. انتوا واخدين بالكم؟ تمام. يبقى الرساله الاجتماعيه معناها انها رساله موجهه للمجتمع كله او موجهه لمجموعه من الاشخاص. لازم يكون لها عنوان، ولازم تكون مركزه، والنصائح ورا بعضها كده. ها بكتب اسم المرسل اليه، انا بعت الرساله لمين؟ طلاب الصف السادس. وقوم كاتبه النصائح ورا بعضها في جمل جميله بدون اخطاء، ها وجمل مشجعه ومحفزه. وفي الاخر بكتب المرسل المعلمه خديجه او اكاديميه جينيوس. وبعدين بكتب الخاتمه ان انا بدعو ربنا ان هو يوفقكم في اختبارات نهايه العام، او لو داخلين مسابقه التفوق واجتياز المسابقه بنجاح. طيب عندي ايه بقى كمان تاني في العنوان في التعبير؟ عندي بقى، ودي تركزوا فيها، كتابة خبر في جريدة. يعني عندي مجلة، مجلة، او عندي ها جورنال ومكتوب فيه خبر، فاز نادي الاهلي على نادي الزمالك ها 3-0 مثلا، او فاز الزمالك على الاهلي 3-0، ايا كان بقى. تمام. طيب الخبر ده ايه؟ أول حاجة في الخبر لازم يكون فيه عنوان في الجريدة، وأنت بتمسك الخبر كده لازم يكون فيه عنوان. خلاص، الأهلي بس بطل الموسم، أو جا واحدة حاضر، أو الزمالك بطل الموسم، لازم يكون فيه عنوان. هو عنوان إيه كمان؟ عنوان يشدني،
عنوان يجذبني، تمام، وبعدين تبقى الأفكار بتاعتي مرتبة، الإيه الأهم وبعدين المهم، وإيه كمان كان أقوم حاطط صورة للفريق الفايز، الفريق وهو ماسك كاس، واخدين بالكم؟ ده الإيه العنوان في جريدة، خلاص يبقى عنوان، وبعدين الإيه الكلمات والجمل المرتبة ما يكونش فيها أخطاء طبعا إملائية ونحوية، وبعدين فيها المكان كان فين الاستاد، وبعدين تقولي لي الماتش كان من الساعة كام للساعة كام؟ الشارع عندي أسود، اسوي ليه؟ ما علينا، انت معرفش سامعني؟ طب مش انت سامعني؟ انت ايه سامعني؟ بس. تمام، انا اللي بقول يا شفوي، مش محتاج حاجة. خبر في جريدة هنكتب العنوان، وبعد العنوان هكتب ها الفريق الأهلي مثلا مع فريق الزمالك، هقول الفريقين اللي كانوا بيلعبوا، ولازم اذكر المكان، كان استاد ايه؟ كان مثلا القاهره، مقاولين العرب. طيب، ولازم اقول كمان الزمان، كان يوم ايه وكان الساعه كام؟ واكتب كمان الاحداث اللي حصلت، كان الماتش عباره عن شوطين مثلا، مدته مثلا ساعه ونص او ساعتين، طبعا انتوا اكتر حد بيتفرج على ماتشات، انا ما بتفرجش على ماتش، انتوا عارفين قد ايه طبعا، تمام؟ وبعدين اكتب النتيجه. طب وايه كمان؟ ياه، قال لي اخر حاجه بتكتبها، اخر حاجه لسه بتكتبها واحدة بتحطها، بس اخر نفع حاجه رش بتحط مية. اه اتفضل، اخر حاجه بتحطها بحط ايه؟ بتحط صوره، صوره بتدل على الحدث اللي حصل. ازاي يعني؟ يعني احط صوره الفريق اللي فايز مثلا ومعاه الكاس، وتبقى الصوره واضحه، تمام. ايه كمان؟ قال لي في حاجه كمان اسمها كتابه قصه خياليه. يعني ايه؟ قصه تكتبها، والقصه دي احداثها او شخصياتها مش حقيقيه خالص، هي خياليه، تمام، بس خيال ممتع ولذيذ، خيال مثلا زي خيال علمي مثلا، خلاص. طيب بتبقى عباره عن ايه؟ بكتب عنوان حلو وجذاب، وبكتب مقدمه حلوه، ولازم في القصه فيها زمان يعني الاحداث دي حصلت امتى، ولازم مكان يعني الاحداث دي حصلت في انهي مكان، ولازم برضو يكون في شخصيات يعني ابطال القصه واقول اسمائهم، ولازم يقول لي المشكلة اللي حصلت ايه ولازم يحلها. يبقى اي قصة يا ولاد لازم لها عنوان، ولازم لها الزمن يعني حصلت امتى، ولازم لها المكان حصلت فين، ولازم يكون في ابطال القصة شخصيات واقول اسمائهم، ولازم كمان يكون في مشكلة حصلت والحل بتاعها في النهاية حصل ايه، دي القصة. طيب اخر حاجة خالص اسمها المقال، والمقال ده عبارة عن إيه؟ مشكلة من المشكلات اللي بتحصل في المجتمع، وإحنا بنقدم حلول واقتراحات عشان نحلها. إيه هي المشكلة؟ مثلا مشكلة ها إلقاء القمامة في الشارع. إلقاء القمامة في الشارع. طيب دي المشكلة. يا مشكلة المقال كانت على إلقاء القمامة في الشارع. طيب وبعدين هقول أسبابها إيه؟ هقول إن في ناس كسالى، في ناس مش هاممها ان الاماكن تكون مش نظيفه، بيكسلوا فبالتالي بيرموا النفايات في الشارع. طب انت في نقطة بتقترح ممكن قرض. اه انا بتقترح، تمام حلو قوي، انت بتقترح ايه؟ يعني بنقترح ان يكون في صناديق مخصصه للقمامه، ويكون الصناديق موجوده بوفره ها على بعد كام متر نلاقي صندوق، نعمل عمليه توعيه للناس، إعلانات وإرشادات للحفاظ على نظافة المكان عشان ما يتلوث المكان ويتلوث الهواء وتنتقل إيه الجراثيم والميكروبات، وممكن كمان نعمل غرامة ونكتب خاتمة حلوة زيكم. إحنا كده خلصنا المراجعة السريعة، ويعني أتمنى من ربنا يوفقكم إن شاء الله، ويجي الامتحان حلو وسهل، لحظة ويبقى الله في خير. معاهدة أنا كتير مش جزانا وإياكم يا حبايبي. عاوزة مين أقول عايز حاجة. يتقال؟ السلام اه عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أنس، أنا ايوه أنس ايوه عاوزة اللي ايوه اتفضل يا انس، انا معاك، سامعاك، اتفضل. لازمة في الامتحانات هي ايوه كلمة خلاص دكتور، خلصنا، بيقول لك سامعي يا انس. بالتوفيق، وهم جايبين لك امتحان من تحت الجحيم نفسه، من تحت جهنم. ليه كده؟ ليه؟ ده انت شاطر يا انس، واسئلتك كانت حلوه، ده الامتحان هيبقى حلو قوي يا انس ان شاء الله.
ده بيبقى بس حلو. هو كده خلصنا. مش مثلا عندي اه كده شوية خلصنا. اه اتفضل، اللي عايز يسأل يسأل، اتفضل. تيتشر، كان يلا عندي سؤال سؤال كده. بس، أو في نعم. الجريدة يعني، في الجريدة أو اه في الجريدة. مالها الجريدة؟ مالها في الجريدة؟ الماتش، لو حاجة زي مثلا في مثلا في الكورة يعني، أقدر أكتب زي حدث ولا لازم أكتب النتيجة والعنوان وخلاص؟ انت هتكتب ان شاء الله، تكتب الاحداث من خيالك، حتى لو ما كانش الاهلي والزمالك لعبوا. ها هتقول المكان كان فين الاول، لازم المكان، قول اي اسم، اي استاد، اي استاد في الدنيا، هتقول لي اسم الاستاد يعني المكان، ولازم تقول لي الزمن يعني يوم، مثلا يوم 18/5 اللي هو مثلا بكره 18/5 توقيت الساعه 7، يبقى انت كده قلت لي الزمان، وقلت لي في استاد القاهره، فقلت لي المكان، وقلت لي اسم الفريقين اللي بيلعبوا، اي فريقين اخترعهم انت من دماغك. وبعدين تقول لي وفاز النتيجه بقى، وفاز الفريق كذا على الفريق كذا، خلاص بهدف كذا، بهدفين، بثلاثه، اللي انت عايزه بقى، بس طبعا اهداف معقوله يعني مش 20 هدف والكلام ده. خلاص مش اه واحد لك الا اه وبعدين كان عندي سؤال، كان هدف في سؤال في الدوري الثاني، ولا السعودي واحد بس اللي بيتكلم؟ لا واحد بس اللي بيتكلم. كان في ايوه سؤال في اتفضل. كان في سؤال في المعاني، ما كنتش عارفة معنى الكلمة، اللي هو سؤال 28، اللي هو معنى طيب كلمة دي واحده. طيب هجيبه، هكون بركاته. سمعته، هكون سلام، انا هجيبه حالا. سؤال 28، حاضر، اللي هو ايه؟ نصحني، ايوه نظهر. نصحني المعلم بألا اتحامل على الضعفاء. كانت معناها تكبر. تكبر. ايوه بص، التحامل يعني اجي عليهم، مش تكبر، اظلم، اتحامل عليهم يعني اظلمهم. وفي ناس كتير للاسف يا اولاد بتعمل كده عشان هم ضعفاء، يقول لك انا مظلمه، مش هيقدر يتكلم معايا، مش هيقدر يفتح بقه، مش هيقدر يقول لي حاجه. لكن يجي بقى على واحد قوي يقول لك لا ما اقدرش اعمل حاجه، ده مش هيسيبني في حالي. اه نسي ربنا؟ ها حد ينسى ربنا؟ اذا كان الضعيف ده لوحده ومش لوحده، رب العالمين معاه. تمام. ها في معاني ايه تاني كانت صعبه؟ زايدة الهيدي بس. طيب ان شاء الله بالتوفيق، ربنا يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله الامتحان هيطلع حلو، ونذكر ربنا ونقول الدعاء، عارفين دعاء قبل الامتحان؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب انت اذا يا سهلا. تمام، وانت تشوف هنقول ان شاء الله قبل الناس، الامتحان. لما الامتحان مش بيجي اختياري، هو بيجي اختياري بس. اه طبعا هيجي اختياري، بس احنا بنجيب الصعب كمان، يعني احنا خلصنا السهل كله وبنجيب كمان الاشكال الصعبه، مش عشان بس هو الامتحان، هيبقى في اختياري. احنا بنجيب، حاضر دقيقه واحده، احنا بنجيب ده عشان نتقوى في اللغه العربيه. جه الصعب ادينا اتدربنا عليه، ما جاش ادينا بنشتغل في السهل، يبقى احنا خدنا ده وخدنا ده. تمام، احنا مش اكاديميه بتشتغل في السهل عشان الاولاد ينجحوا بس وخلصت، لا احنا مش سؤال، بنعمل كده. هما لو جبرنا حاجة عن قصة في الامتحانات هنعمل ايه؟ هي مش هتيجي ماشي، بس احنا طالما عندنا كمنهج لازم ناخدها، ودي ديتهالك بس مش جايه ان شاء الله. بس الاسم احنا مش بناخد عشان الامتحان، احنا بناخد عشان نبقى عارفين المنهج كله وملمين بيه. فهمتوني يا سنه سته؟ عشان فاهميني؟ مستقبلنا. برافو عليك ما شاء الله، اللهم بارك. خلاص يلا استودعكم الله، طيب ماشي، السلام عليكم. ايوه جزاك الله خيرا يا انا مس، جزانا واياكم حبايبي. جزاك اي الخير، وقت جزاك الله خيرا يا مس، جزانا يعني واياك تيتشر حبيبي. قوي قوي يا تيتشر. ها في حديث قلبي. ايوه انا اللي عايز يسالني يتفضل. المستقبل يا الاختبار مس عندك يا راجل، ده اي حاجه خطير، ممكن تجيني في يا الخيمه رب انا يا دقيقه واحده، اللي عايز يخرج ريت. يخرج، احنا خلصنا، انا هسمع بس سؤال، اتفضل. انا الامتحان عندي اختيارات، فايه الحاجات اللي ممكن تجيلي يعني؟ الاختيار ما احنا قلناه، هيجي لك لو اختيار هيجي لك كله اختيار، القواعد في النحو هيجي لك اختيارات، واحنا حلينا النحو اختيارات، وهيجي تمام. لك في القصه نفس الكلام، لو جالك في القصه بس مش هتيجي، بيجي لك اختيارات، يقول لك مثلا القصه احداثها فين، مثلا كانت صباحا ولا مساء، المكان كان فين، في النادي ولا في المدرسه، قلب القطعه، بتبقى اسئله بسيطه وجميله، واحنا اتدربنا على الصعب عشان نحل السهل، يعني تمام ضربنا على الصعب عشان لما جينا السهل يبقى السهل كويس. ماشي ان شاء الله هيجي حلو، وعايزه دعوه حلوه منكم كده ان شاء الله، تدعوا لنا دعوه حلوه. بس عندي سؤال، لما انا طيب اكون كده رايح اللي انا كده
اللي انا اروح للشغل كده، وقلت للشخص شغلني علشان عارف ان نيوتن اخترع الجاذبية، هيقول لي ايه؟ يعني ايه شغلني عشان نيوتن اخترع الجاذبية؟ هو انت بتتكلم في ايه في العربي؟ بتتكلم في ايه في العربي؟ ده لا سؤال في ايه؟ انا ده بس سؤال في ايه بسأل بالظبط؟ هو لا هيقول انا ايه بتكلم لو بس في، انا قلت له انا بتكلم في اللغة العربية وامتحان بكرة. بتسأل في ايه؟ حد عنده أسئلة تاني؟ بس حد عنده أسئلة تاني؟ طيب يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.